السلام الله عليكم متتبعي مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، اسعد الله يومكم بالأمن والبركات. مباشر جديد من مباشر من مدينة أبي جعدة، بالضبط من الجمع العام السنوي لنادي الرياضي لأبي جعدة كرة الطائرة. قناة شوف تيفي تستضيف نائب أو كاتب العام للنادي اللي غادي يعطينا توضيح حول الجمع العام السنوي، كيفاش قام وكيفاش داز الجمع العام السي راشد. وانت على المباشر على قناة شوف تيفي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناة شوف تيفي، شكرا للحضور ديالها المتميز والدائم ومواكبتها لجميع الأنشطة ديال النادي. كما تتبعتم أشغال الجمع العام فتمت مناقشة فيه مجموعة من النقاط، من بينها تقريري الأدبي والمالي المصادقة عليهما، والحمد لله تم ذلك بإجماع. كانت بعض النقاط أخرى تمت مناقشتها اللي تتمثل بمجموعة من الإكراهات التي يواجهها النادي المرتبطة بالتسيير المالي للجمعية أو للنادي اللي متتوفرش على موارد مالية، والنقاش كان يصب دائما حول طلب دعم من الجهات المسؤولة والجهات الوصية عن القطاع أو عن الرياضة، سواء محليا داخل المدينة أو إقليميا أو وطنيا، وذلك بحضور ممثل العصبة الجهوية لجهة بن ملا خليفرة. تمت مناقشة أيضا عضوية الأعضاء وفتح باب الانخراط بالنسبة للموسم المقبل إن شاء الله. كما تمت مناقشة بعض الحالات لبعض اللاعبين وبعض اللاعبات، وبهذه المناسبة أوجه الشكر لهم جميعا، لجميع اللاعبين وجميع اللاعبات، والشكر موصول أيضا للمدربين أستاذ العزيز أخي طوش وأستاذ بشير شهيد. نتمنى التوفيق إن شاء الله لهذا النادي الفاتي، هذا النادي المولود الجديد، ونتمنى ان شاء الله في السنه المقبله توفر له الموارد الماديه والدعم المعنوي للاستمرار والمضي قدما ان شاء الله. سي رشيد، الاكراهات اللي عايشتوا في هذه السنه، وانتم يلا اول سنه لكم في هذا القسم ديال الجهات من المنفره، شنو هما الاكراهات اللي عايشتوهم، الاكراهات اللي كانوا عندكم؟ هو مجمل الاكراهات تقريبا تلخص في الاكراهات الماديه، الاكراهات الماديه اللي كتواجه النادي بالنسبه للقاعه المغطاه، يعني باش تخلص الواجب السنوي ديال القاعه المغطاه وواجبات التدريب او حصص التدريب داخل القاعه، وواجبات التنقل خارج المدينه بالنسبه للاعبين، فهذا الشيء كامل كيحتاج الى موارد ماليه. وبما ان النادي هذا هو العام الاول ليه، ما عندوش المنح ديال العصبة او المنح الوطنية او المنحة اللي كتمنح المجلس الجامعي للجمعيات، يعني بما اننا نحن في السنة الاولى ما كاينش هذا الدعم هذا، فتقريبا هذا هو العائق الوحيد او الاكراه الكبير اللي كيعاني منه النادي هو هذا. باقي الاكراهات الاخرى كنتغلبوا عليها بتضافر الجهود ديال جميع الاعضاء والمتدخلين او الفاعلين او الشركاء ديال النادي، كنقدروا نحاولوا نجريوها ونتفاداو المشاكل. سي رشيد، اللي بغينا نعرفوا ان القاعه المغطاه واش من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه او مشروع محظور؟ اذا كان من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه فالكل يدخل ليها فابو، هذا قانون محطوط. اذا كان من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه الكل ما يخلص سريال، ما عرفناش واش القاعه مديونه على المبادره الوطنيه ولا شي مشروع اللي دار. هو القاعة دارت هما ثلاث قاعات في الإقليم، كاين قاعة مدينة خريفكا ومدينة بوادزم ومدينة بجان. على حسب علمنا أن هاد القاعات راها تقريبا من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن التسيير ديال القاعة فوضى لجمعيات تقريبا في الإقليم كامل، الجمعيات هي اللي كتسير هاد القاعات هادي، فهاد الجمعيات باش تسير القاعات كتحتاج الى موارد، ولكن هاد الموارد هاد الموارد السي رشيد حنا تنعرفو حتى الماء ما كاينش في القاعه، اش هاد الموارد باش تسير الضوء؟ هذا
وعساس عساس يلاه تيشد 40000 وما تيشدهاش. هذا هو الاشكال المطروح، ان دابا هاد القاعات هادو التسيير ديالهم كيطلب موارد، ولكن كتشوف بعض الحالات ان كاين عوائق بزاف، يعني كاين مشاكل بزاف كما قلتوا، مثلا الدوشات ما كاينينش، اللاعبين يلعبوا ويخرجوا مشاو ديورهم يدوشوا، الماء ما كاينش، حتى الماء اللي يشربوا اللعابه ما كاينش. هذا مشكل، هذا مشكل بالنسبه للتسيير، بالنسبه للنوادي او الجمعيات الرياضيه باش تمارس، خاصه النوادي الفتيه اللي ما زالت حديثه العهد، ان باش تمارس في داخل قاعات او مركبات رياضيه بحال هذا الشكل هذا، فالعائق المادي ديال القاعات المغطاه تيكون حاجز كبير جدا امام التسيير ديالهم او امام الممارسه ديالهم الرياضيه. شكرا سي رشيد، كما تلاحظوا متتبعين مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناه شوف تيفي، كان معنا حوار مع نائب او كاتب العام لرئيس النادي الرياضي لابيجهه لكره الطائره. السؤال اللي مطروح هو اذا كانت قاعه مغطاه من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، فغير معقول اننا نخلص واحد الاثمنه باهظه. نداء اوجهه الى السلطات المحليه وعلى راسها باشا مدينه ابي الجعد رئيس مجلس الجماعي جمعيات الكل، بغيناهم يعطيونا استفسار حول ما يقع في القاعه المغطاه في مدينه ابي الجعد. الى هنا متتبعي مشاهدينا الكرام، غادي نهيو المباشر ديالنا، الى اللقاء، الى مباشر لاحق.